كما تعلمون عاصفة الحزم هي إعادة الثقة للمواطن العربي في قدرة الأمة العربية على الحفاظ على الأمن القومي العربي وعلى تلاحم الأمة العربية. فبعد الانتكاسات اللي شهدتها كثير من العلاقات العربية أتت عاصفة الحزم لتجسد هذا التضامن العربي ولتحد من النفوذ الإيراني في المنطقة الذي كان هلالا وكاد أن يصبح بدرا لولا عاصفة الحزم التي استطاعت إيقاف هذا المد. وبدأت بعدها عاصفة الأمل التي نتمنى أن تعيد الأمل إلى الشعب اليمني كامله وأن يلقى الشعب اليمني والدولة اليمنية موقعها الطبيعي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. في البداية دعني أهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الكريمة مرور سنتين على عاصفة الحزم. نحن أقول بصورة رئيسية الرئيس عبد المنصور هادي عندما حوصر في صنعاء وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يجد حتى عدد معين من الجيش لكي يحميه. حوصر وحوصر رئيس الحكومة في تلك الفترة وحوصر عدد من الوزراء. انتقل الرئيس عبد المنصور هادي إلى عدن وتم ضرب مسكنه في الطائرات. بدأت هذه الفئة الباغية إعادة التاريخ إلى الوراء من حيث إعادة السيطرة وإنهاء مخرجات الحوار والخروج على كل الاتفاقيات الدولية. ذهب الرئيس عبد المنصور هادي لدعوة أشقائه في دول الخليج لإغاثة الشعب اليمني وفقا للقرارات الدولية. أنا أقول عاصفة الحزم استندت في إغاثتها للشعب اليمني وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي صدرت تحت البند السابع والتي ألزمت الشعب اليمني بتنفيذ مخرجات الحوار. وقال القرار الذي صدر تحت البند السابع بأنه سيعاقب كل من يخرج عن هذا القرار أو عن هذه المخرجات. لذلك عاصفة الحزم جاءت تطبيقا للشرعية الدولية وليس خروجا عنها بصورة عامة. اليوم تنجز هذه العاصفة إنجازات كثيرة لصالح الشعب اليمني ولصالح الأغلبية. أنا أقول لمن يحاول أن يزايد أو يحاول أن يزايد على وطنيتنا أو وطنية الرئيس عبد المنصور هادي، لولا هذه العاصفة لكنا اليوم نقع لعادة الإمامة. اليوم هناك انقلاب على ثورتي سبتمبر وأكتوبر أخي العزيز، لولا هذه العاصفة لكنا اليوم سنحكم بجهاز إداري متخلف سيعيدون لنا الإمامة، بل بالعكس ممكن يعيد الاستعمار إلى المحافظات الجنوبية. تمر هذه الأيام الذكرى الثانية لعاصفة الحزم وكذا إعادة الأمل التي أطلقها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله مع أشقائه في دول مجلس التحالف قادة أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه العاصفة المدوية التي أيضا عادت لليمن دورها وساعدتها إلى الحضيرة، استعادتها إلى واقعها العربي واقعها الإسلامي التي أراد الإنقلابيون أن يجروها إلى مربع آخر وخطف اليمن واليمنيين من موقعهم ومن عروبتهم إلى جانب آخر، جانب تشيع وجانب إيراني بحت. اليوم أيضا هذه الذكرى التي تمر علينا ونحن أيضا في محافظة عدن نلعم أيضا بكثير من الإنجازات وخاصة فيما يخص نحن في جامعة عدن التي أيضا انطلقت بخطى حديثة وثابتة، وذلك أيضا بدعم من قيادتنا السياسية موطنة بالمشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله، وأيضا من دولة رئيس الوزراء ومن قيادة المحافظة. وهناك أيضا دعم من رعاتنا ودعم أيضا من أخواننا في دول مجلس التعاون في التحالف العربي، وذلك من خلال أيضا إعطائهم ودعمهم المباشر لنا سواء كان الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي مركز الملك سلمان وأيضا الأخوان في اللجنة العليا الكويتية للإغاثة. هناك جهود أيضا جبار يذكرنا هذا بأننا إن شاء الله عدنا وسنعود أيضا إلى الطريق القويم والسوي، وذلك كما أسلفت بهذه الجهود الجبارة التي بعد الله سبحانه وتعالى لولا فضل هذه التدخل وعاصفة الحزم لما كنا فيه يومنا هذا.
الذي أيضا ننعم فيه مع أخواننا وزملائنا في جامعة عدن وكذا في عموم المحافظة والمحافظات المحررة بكثير من الإنجازات، والتي أيضا إن شاء الله نتمنى أن في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة أن تكون أيضا هذه الإنجازات خاصة في مجال الخدمات تكون أفضل مما نحن عليه سابقا وما نحن عليه اليوم. أتقدم أنا بالشكر الجزيل والتهاني والتبريكات إلى قيادة التحالف العربي ممثلة في الشعب دولة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وكذا ولي العهد ولي العهد الله نتمنى من الله أن ينعمه بالصحة، وكذا إلى الأخوة قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة أيضا بالشيخ خليفة بن زايد وأخيه محمد بن زايد وأيضا الشيخ محمد بن راشد وكل قادة مجلس التعاون منهم الشيخ أيضا صباح الأحمد صباح، الذين إن شاء الله ستكون اليمن في قاطرة دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا لننعم بالأمن والاستقرار والسلام العام بشكل عام.